$4 فقط تثير استياء زوجة أحد أغنى أغنياء العالم. نتحدث عن زوجة وارن بافيت، أحد أشهر المستثمرين في العالم، الرجل الذي أصبح ملياردير قبل أكثر من 30 عاما. إليكم تفاصيل القصة وإليك يا فاطمة كذلك. بافيت وزوجته كانا متواجدين بجانب عدد كبير من عمالقة التكنولوجيا والإعلام في المخيم الصيفي السنوي لأصحاب المليارات في منتجع سان فالي في أيداهو. هناك تداولت التقارير أن الزوجة أستريد بافيت تذمرت من سعر القهوة التي تبلغ $4، بل وأشارت أن بإمكانها أن تحصل على رطل من القهوة بنفس السعر في مكان آخر. محمد، قبل أن ننهي القصة هنا نعيد التذكير بأن زوجها وارن بافيت تبلغ ثروته اليوم كم؟ أكثر من $114 مليار بحسب فوربس.